بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي أعزائي، نواصل في موضوع المراجعة العامة، ندخل مباشرة في الموضوع باش ما نطولوش في الفيديو. إذا عندنا فيرب الانفينيتيف، يعني الفعل في المصدر، يعني الفعل في حالة عدم التصريف. إذا عندنا دو كا، يعني أمرين، في لما الفعل يكون في الانفينيتيف. إذا وين الفعل يكون في الانفينيتيف؟ أولا أبخي أون بريبوزيسيون، يعني لما تسبقه أون بريبوزيسيون. إش معناتها أون بريبوزيسيون؟ معناتها حرف الجر بالعربية. وشنو هما لي بريبوزيسيون اللي لما يكونوا أمام قبل الفعل، الفعل يكون في المصدر؟ إذا عندنا أ أكسون نقصد بها إلى، عندنا دو، عندنا بور، عندنا سون. Exemple, l'internet sert à communiquer avec tout le monde. يعني الانترنت تفيد في ال... اذا a في هنايا او الى التخاطب مع كل العالم، مع الكل يعني. اذا شوفوا سبقت هنا une préposition. نفس الشيء اذا سبق الفعل حرف مثل de ou bien pour ou bien sans، اذا يكون الفعل هنا في حاله عدم تصريف، يعني في ح... في الانفينيتيف. كي تشوفوا er c'est un verbe du premier groupe. الحاله الثانيه وينتا؟ ابري ان فيرب كونجوغي، اذا لما يسبقه فعل ديجا راه مصرف عنده، يعني الفاعل تاعه راه مصرف معاه. اذا في هذه الحاله الفعل ياتي ايضا في الانفينيتيف. مثلا il faut parler. فو اذا درست حاله فو، لا فورم بيرسونيل، الحاله الغير شخصيه. فو هنا سي ان فيرب كونجوغي او برونون il. الانفينيتيف تاع هذا الفيرب سي فالوار. اذا فالوار كونجوغي او بريزون دانديكاتيف افيك لانديك افيك لو برونون بيرسونيل il، يكون في إذا الفعل الذي يأتي بعده يكون في الانفينيتيف. عندنا أيضا حالة أخرى مثل je dois faire, je dois manger, je dois chanter, je dois réviser, etc. إذا عموما لما يسبق الفعل فعل يكون مصرف، يكون كونجوغي، في هذه الحالة الفعل هذا يكون في الانفينيتيف. أو بطريقة أخرى، لما يكون عندنا في الجملة فعلين متتاليين، واش معناتها متتاليين؟ يعني واحد مور واحد مباشرة. إذا دائما الأول يكون كونجوغي والثاني يكون ماذا؟ يكون في المصدر، يعني الانفينيتيف. إكزومبل جام جوي، أحب اللعب. عندنا لا بونكتواسيون، يعني علامات التوقيف، علامات الوقف. إذا نعرفوهم كامل، درسناهم في الفصل الأول. النقطة التي تنتهي بها الجملة، تنتهي بها الجملة التصريحية مثل لا فراز ديكلاراتي. عندنا نقطة الاستفهام، الجملة التعجبية، تعجب، جملة تعجبية. نقطة الاستفهام، يعني علامة الاستفهام في الجملة الاستفهامية. عندك النقاط لما نكون نسردو في أمر أو نذكرو في أشياء ونقولو، يعني نديرو هذا النقاط يعني إلى آخره. عندك الفاصلة، عندك هنا لي غيومي ولو تيغي تفيد في الحوار أو في النصوص البريسكريبتيف اللي شفناهم في الفصل الرابع. إذن واش نقولو؟ قولو لا فراس كومونس توجور باغ الماجيسكول اي سو تيرمين باغ ان بوان. هذه في الحالة العامة، الجملة دائما نبداوها بحرف كبير يعني الماجيسكول، وننهيها بنقطة أو نقطة تعجب إذا كانت جملة تعجبية، أو نقطة استفهام إذا كانت الجملة استفهامية، أو نقاط. إذا كيما هنايا هادو اسمهم لي غيومي، هادو لي تيغي في وين؟ في الديالوغ، يعني الحوار. عندك لي زارتيكولاتور لوجيك، واش معناتها لي زارتيكولاتور لوجيك؟ يعني هما العبارات اللي نستعملوهم في عندما نسرد نحكي قصة. إذا نعرفوا بلي القصة تتكون من ثلاث أجزاء، اللي هي المقدمة نسميوها لا سيتواسيون إينيسيال، لو ديرولمون دي زيفينمون يعني سير الأحداث أو العبد، ثم لا سيتواسيون فينال يعني الخاتمة. إذا توجور دائما هادو هما لي زارتيكولاتور لوجيك، لي كونيكتور لوجيك، ايضا الروابط المنطقيه كما يقولوا. اذا عندنا اللي تبدا بهم القصه دائما كما il était une fois, autre fois, un jour, etc. ثم لما ننتقل من مرحله الى مرحله، يعني مرحله العرض او الديرولمون دي زيفينمون، نستعملوا عبارات مثل un jour, ensuite, soudain, tout à coup, etc. وفي النهايه نقولوا دائما enfin, finalement, depuis ce jour, الى غير ذلك. اذا هذا فيما يخص لو كونت. عندكم قريتو لو جروب نومينال سوجي، جي جروب ان نومينال اس سوجي. جروب نومينال سوجي يعني
مجموعه الفاعل، مجموعه الفاعل. اذا عرفت منها جروب نومينال سوجي، لانها احيانا ما تتكونش الا من كلمه واحده ولكن مجموعه من الكلمات. اذا كاين حالات، اربع حالات. عندنا حاله لما يكون الجروب نومينال سوجي عباره عن ان نوم بروبر، يعني الفاعل يكون عباره عن اسم، اسم اسم يعني شخصي مثلا، ولا اسم مؤسسه، اسم حيوان، اسم بلد، الى غير ذلك. اذا هنا لو جروب نومينال سوجي عباره عن ان نوم بروبر. الحاله الثانيه عندك يكون على الشكل ان برونون بيرسونال سوجي، يعني يكون على الشكل ضمير شخصي، مثلا il elle je tu etc. الحاله الثالثه يكون عباره عن ديتيرمينون بلس ان نوم، يعني محدد زائد كلمه مثل لا في. اذا هذا لا سي ديتيرمينون في لو نوم. إذن هذا كامل يشكل لماذا يشكل لي لو كوب نومينال سوجي، يعني الفاعل. والحاله الرابعه عندنا يكون ان ديتيرمينون بلس ادجكتيف او بلس بلس ان، يعني عباره عن ديتيرمينون كيما هذا لا ولا لو ولا بلس صفه ادجكتيف، صفه او صفتين او ثلاثه، بالاضافه الى الاسم، يعني الكلمه اللي رانا نوصفوا فيها. مثلا لا بيتيت في دور، لا سي لو ديتيرمينون، بيتيت سي لادجكتيف، في سي لو نون. لا بيتيت في دور نقدروا كامل هذه نعوضوها ب ال. اذا كامل هذا لا بيتيت في، كامل هذه الكلمات تشكل لي ماذا؟ تشكل لي الفاعل، تشكل لي لو كوب نومينال سوجي. لو غرو شيان نوار، اذا شوفونا لو غرو شيان نوار دور. اذا لو سي ان ديتيرمينون، غرو صفه سمين، شيان هو الكلمه الموصوفه يعني هو الفاعل الاصلي، نوار ايضا صفه. اذا كما قلنا هنايا يكون على الشكل ادجكتيف او بلس، يعني صفه او اكثر. هنا شفنا في هذا المثال صفه واحده اللي هي بوتيت، في هذا المثال صفتين غو ونوار، سمين واسود، يعني واش وصفوا لي، وصفوا لي في الكلب. الكلب هو اللي راه ينام، يعني الكلب هو الفاعل الاصلي سي لو سوجي برينسيبال، وهادو اللواحق تاعو. اذا كامل هادوما يشكلوا لي لو غروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل. إذا نعاودو بالخف نلخصو، الجروب نومينال سوجي يعني الفاعل يتكون، يقدر يكون على شكل أن نوم بروبر، مثلا سمير، علي، رضا، الجزائر، مثلا اسم تاع مؤسسة اللي تقراو فيها إكسيتيغا. عندك يقدر يكون على شكل ماذا؟ الشكل ديتيرمينون بلس أن نوم، يعني ديتيرمينون بلس أن نوم، متخلقش مشكل بالديتيرمينون، هي هادي يعني لا ولا لو ولا أون ولا أن ولا. بالاضافه الى لي ديتيرمينون الاخرين اللي قريتوهم مؤخرا اللي هما ديتيرمينون بوسيسيف وديتيرمينون ديمونستراتيف، يعني مونطون تالور نوتر او بيان سو سيت اكسيتيرا، هادو كامل يدخلوا مع لي ديتيرمينون. اذا يكون على الشكل ديتيرمينون بلس ان نون، يعني المحدد مع الكلمه. يقدر يكون ايضا على الشكل برونو بيرسونيل سوجي، يعني ضمير، ضمير شخصي عادي، نو توا فو ايل ال. يقدر يكون ايضا على شكل ديتيرمينون بلس لادجكتيف، يعني صفه او اكثر، والاسم. اذا هذوما كامل لو نومينال سوجي. يوتيليزاسيون دو ديكسيونير، اذا تشوفوا الدروس مش مرتبين، معليش انا تعمدت باش تكون عندكم يعني تنويع، ما تكونش عندكم ملل، وما تكونش عندكم يعني لما يكونوا الدروس متسلسله تكونوا مقيدين، لما تكون متنوعه يعني تكون عندكم المام بالمواضيع. utilisation du dictionnaire هاد الدرس ما درناش، مي تعمدت نحطها في المراجعه، يعني كيفيه طريقه استعمال القاموس. اذا كيفاش نستعمل القاموس؟ pour classer les mots par ordre alphabétique، اذا اولا نرتبوا الكلمات على حساب الحروف الابجديه comme dans le dictionnaire. il faut regarder la première lettre، اولا نشوفوا الحرف الاول اللي هو ا مثلا، اذا ندخلوا في الخانه تاع الحروف تاع ا، هذه كي نفتحوا الكتاب يعني ديكسيونير، ثم نشوفوا الحرف اللي ياتي بعده. اذا هنا كيما هنا ا ار، اذا نروحوا نحوسوا عند ا ار، ما ندخلوش في اللي فيهم ا بي ولا ا سي ولا ا دو ار ولا ا ار. بعد نشوفوا الحرف الثالث، ثم نشوفوا الحرف الرابع، يعني نرتبوا الحروف. مثلا كي نحلوا الصفحه في الديكسيونير نروحوا للحرف ا، شوف الكلمه تاعي مثلا نحوس على كلمه اغبر. اذا اولا نفتح القاموس في الحرف ا ونشوف ا الكلمه تاعي واش وراها، واش راها ا ار. اذا نحوس عند ا ار، نروح كامل هذوك اللي فيهم ا بي ا سي، نروح ل ا ار. لما نوصل عند ا ار نشوف الحرف اللي ياتي بعد البي، اغب اغب. إذا لما نشوف الحرف اللي يأتي بعده نحوس أيضا نلقاهم،
وأيضا سوف أجد كلمات كثيرة فيها أر بي وكلمات وحروف أخرى. نشوف الحرف يعني الرابع، وهكذا بهذه الطريقة نقدر نبحث أو نجد الكلمة التي أبحث عليها في القاموس. عندك لي مارك دو بلوريال يعني علامات الجمع. إذا الحالة العامة، القاعدة العامة أو لاغيغ جينيرال، دائما لما نحول كلمة إلى البلوريال يعني الجمع نضيف ماذا؟ نضيف أس. هناك استثناءات، مثلا الكلمات التي تنتهي بالأ أو والأ أو والأ أو، إذا دائما نشوفوا الحرف الأخير اللي هو أو. دائما الكلمات اللي تنتهي بالأو بغض النظر إذا كانت أ أو ولا أو أ أو ولا أو أو، دائما الجمع تاعها نضيف الأس. فقط وفقط الكلمات هادو أربعة اللي قريتوهم وشفتوهم اللي نضيف لهم الاس بالرغم انهم ينتهوا بالاو، اذا هادو نحفظو. عندنا لوندو سارو بنو بلو، لوندو سارو بنو بلو، كلمات هذه تنتهي بالحرف الاو، والقاعده تقول لي بالكلمات التي تنتهي بالحرف الاو علامات الجمع تاعها هي الاكس. فقط هذه الكلمات الاربعه اذا لازم نشفي عليهم، نعقل عليهم، اتذكرهم. لوندو سارو بنو بلو يعني كرهمهم يوميا. ديكتي راكي تتخمني، راكي توجدي في الفحشة في هذا، ساعة ساعة سأليه ما هو الجمع تاع ساغو، ما هو الجمع تاع، ما هي الكلمات التي تنتهي بالاو والجمع تاعها نضيفو الاس وليس الاكس، يرددهم لك باش هكا تثبت مليح في راسو. ثانيا الكلمات التي تنتهي بالاو او او او، علامة الجمع تاعها هي ال كما نشوفو هنايا اس 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 فقط يعني صف. هاد الكلمات ايضا بيجوا على بالي تقولوا لي واش راح يحفظوا هادو ولا هادو ولا، يعني على بالي بلي بزاف عليهم واش حد يديروا، هذا هو البروغرام، هذا هو البرنامج، لازم يعني لازم يبدلوا مجهود. معليش هادي لا باس، سي لا باس الابتدائي، باسكو في السلام راح يقراو نفس الشيء لكن يتزيدوا يتعمقوا فيهم، اذا لازم تكون عندهم خلفيه وتكون عندهم قاعده، يعني تكون عندهم اون باس مليحه على الاقل. اذا الكلمات التي تنتهي بالو يعني او 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 وليس كما هكذا، علامة الجمع تاعها هي الاس صوف يعني فقط هذه الكلمات. بيجو كايو شو جنو ايبو جوجو بو، اذا هادوما هذه الكلمات نضيف لهم الاكس وليس الاس. عندك كلمات التي تنتهي بالال ال كما شوفال اوبيتال ايتو، نعرفوا كامل باللي بلوريال تاعها ال تنحذف وتتعوض بالا او اكس، صوف شاكال كارنفال بال فيستيفال نفس الشيء. الكلمات التي تنتهي بالاي ال اي يعني العلامة الجمع تاعها هي الاس فقط، ترافاي ترجع ترافو هذا مكان ترافاي عندها نفس الحكم كيما التي تنتهي بالاي ترافاي الاي ال صافي الله، اذا الجمع تاعها ترافو. بون سينغولي اون اس اكس زد، لما تكون كلمة أصلا في المفرد وتنتهي بالاس والاكس والزد هذه ما تتغيرش في بلوريال، فهمتوا هذه سهلة. إذا إذا عطاو كلمة في المفرد تنتهي بالاس ولا بالاكس ولا بالزد، إذا هذه لا تتغير عند تحويلها إلى الجمع. مثلا ان انفون كوراجو صفة تنتهي بالاكس، إذا نفس الشيء دي زونفون كوراجو، إذا ما غيرنا والو. ولا نقولوا مثلا ان فروي جوتو، جوتو تنتهي بالاو اكس، دي فروي جوتو نفس الشيء. اذا القاعده تقول لك باللي الكلمات التي اصلا هي تنتهي في المفرد تاعها تنتهي بالاس والاكس والزد، اذا في الجمع نتاعها يعني في البلوريال لا تتغير تبقى كما هي. عندك لي فيرب داكسيون اي لي فيرب ديتا، اذا هذا تفصلنا فيهم مليح في الدروس، رجعوا الحصص اللي حددت هاد الدروس باش تفهموا اكثر اذا ما فهمتوش شويه هنا، باسكو هذه مراجعه وتعرفوا المراجعه تكون يعني عامه وتكون مختصره نوعا ما. اذا لي فيرب داكسيون اي لي فيرب ديتا يعني افعال الحركه وافعال الحاله. افعال الحركه من اسمها يعني اكسبريم ان اكسيون يعني تعبر على حركه، مثلا مونجي كولي يعني الفاعل راه يتحرك راه يقوم ب راه يقوم بفعل راه يقوم بحركه. واما افعال الحاله لا، هنا يتعبر على الحاله تاع الفاعل وليس ما مثلا كما نقولوا اتر ايل اي اسكو راه يتحرك، ايل اي مالاد، ايل اي مالاد اسكو يتحرك، لا لا اتر هنا لا تدل باللي راه يتحرك، راه تدل باللي راه مريض. مثلا غيستي، غيستي ساج مثلا من مثلا تقول لك المعلمه غيستي ساج، غيستي ساج ابقوا هادئين، كيف يجب أن تبقوا هادئين؟
demeurer, sembler. إذن هادو هما الأفعال تاع الحالة. عندك devenir أيضا avoir l'air paraître. إذن devenir rester demeurer sembler avoir l'air هذه زيادة paraître و être هادو أفعال حالة يعني دائما تشوفوا موراهم participe passé ou bien تلقاو موراهم ان ادجكتيف. اذا كيفاش تفرقوا تلقاو دائما بعد هاد الافعال بارتيسي باسي او بيان ادجكتيف. مثلا نقولوا ايلي بارتي ايلي بارتي او بيان تقولوا مثلا مثلا ال دوفيان مثلا ال دوفيان بيل ال دوفيان بيل اكسيتيرا. الى لير مثلا فاتيغي اي باري مالاد نفس الشيء. إذن هذه أفعال راهي تدل على الحالة تاع الفاعل وليس الفعل الذي يقوم به، عكس الأفعال تاع الحركة لي فيرب داكسيون يقول لك الفعل أو الحركة اللي راه يقوم بها الفاعل. أمثلة إذن في لي فيرب داكسيون كاين تنين أيضا تنقسم إلى قسمين لي فيرب داكسيون ترانزيتيف و لي فيرب داكسيون انترانزيتيف. إذن ترانزيتيف اللي عندها سي أو دي سي أو إي يعني مفعول به بصفة عامة. انترانزيتيف التي لا تحتاج الى كومبليمون دوبجي. اذا ترانزيتيف كما الافعال المتعديه باللغه العربيه التي تحتاج الى مفعول به، اما الانترانزيتيف كما الافعال اللازمه في اللغه العربيه. لا نيش طومب ما نقدروش نقولوا لا نيش طومب كوا، لا نيش طومب خلاص. نقدروا نقولوا مثلا لا نيش طومب او، لا نيش طومب كون، او بيان لا نيش طومب كومون. اذا ما يجيش بعدها ان كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني ما يجيش موراها مفعول به، ولكن يقدر يجي موراها ان سي بي بصفة عامة، يعني ان سي بي كما نقولو ان جي بي بلوتو ان جروب بريبوزيسيونيل، يعني ظرف عامة يكون حالة أو مكان أو الزمن. نقولو لا نيش طومب كون متى، لا نيش طومب أو أين، لا نيش طومب كومون كيف، يعني بغزارة في الليل في المدينة الفلانية. إذن هنا ما نقدرش نقول لا نيش طومب كوا، لأن كوا هي التي نستدل بها على المفعول به. أما هنا مثلا في هذا المثال نقولوا إل إكسبليك لا لوسون، إل إكسبليك كوا، إل إكسبليك لا لوسون. إذن لا لوسون سيت أن كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول به. إذن هنا سيت أن فيرب داكسيون ترانزيتيف، وهنا أن فيرب داكسيون انترانزيتيف. لا فراس كومبليز أفيك باغسكو، إذن الجملة المركبة بعبارة باغسكو، باغسكو يعني لأن. باغسكو إكسبريم لا كوز يعني تعبر على لا كوز. إل رولي أونتخ دو فراس سامبل، إذن سواء تعبر لك على تفهم يعني تشرح أكثر الجملة، تربط بين جملتين دوفون أون فوايال باغسكو نديرو لاكسون إيكو بلوتو لابوستروف. Exemple maintenant devant pourquoi pleure-t-il, pourquoi pleure-t-il. Il pleure parce que, dit la phrase 1, il parle parce que, parce qu'il a mal, parce qu'il a mal, phrase 2. Maintenant parce que هذه راهي ربطت لي بين جملتين ودنا حذفنا لو او لان الضمير او الفاعل يجي بعدها يبدا بالفوايل. Les expressions imagées ou les عبارات التصويرية ou التصورية utilisées des outils de comparaison. إذا نستعملوها للمقارنة مثلا المقارنة نستعملو أدوات مثل كوم مثل aussi que moins que plus que. Il est calme comme son père. إذا نستعملنا أداة كوم. Il est plus sage que sa sœur. إذا plus que. إذن نقدر نستعمل plus que moins que aussi que. هذوما لي زيكسبرسيون إيماجي. إذن يفيدونا في ماذا؟ في ال في المقارنات أو في التشبيه، المقارنات أو التشبيه. نستعملو أحيانا أدوات مثل هادو كوم و aussi que moins que plus que، أو بيان نستعملو دي زيكسبرسيون توت فات يعني عبارة كاملة بلا ما نضطرو نستعملو أدوات التشبيه أو المقارنة. إذن هذا فيما يخص هذه الجملة، فيما يخص هذه الحصة. نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.